لين يلقق علي لين يقضي حتى اقل ما قال خلاص الامور قلت لي قال الحين برتاح انا قسم بالله العظيم اني اقولها شهاده لله نعم الصديق واني رحت مع ابو نايف والله العظيم انا رحت سافرت انا وابو عبد العزيز عشرات المرات اللي مجيكم يا مرات نعم. سواء داخل المملكه ولا خارجه ابو عبد العزيز محبوب الكل يحبه اخلاق يعني بغيت اخوه في السفر اخوه والله يعني ابو عبد العزيز الله خير انا والله ما حبتني عليه في وجهه لكنه شهاده لله لا هو ولا الشيخ صالح عمودي لهم اثر علي في قلبي وحياتي وتغير في حياتي كثير جزاهم الله خير انا اشكره والله وبحب راسه بعد يستاهل على طول جاهز راسه والله يستاهل والله انه اخو صدق يا ابو محمد قديما كان يمرني بالكابرس الصابونه كان عنده كابر الصابونه سميها شيخ عثيمين القصوى كم من 25 سنه شيخ عثيمين يسميها القصوى قصوى من 20 سنه او 22 سنه كان يجيني من عنيزه اي والله العظيم قسم بالله شهاده لله انه يجيني في الرياض ياخذني مشينا يلا الدعوه اي والله العظيم ما كان معها ابو علي الا ما كان اي فنطلع بالسياره نروح جده نروح المدينه بالسياره والله طول الطريق ونسمع اكثر شيء شريط اشرطه كاسيت الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه دائما نسمعها اي أيوة والله نتعلم من الشيخ الله يرحمه ونروح انا يا دعوه سواء للباحه الابها ما نخلي ديره اي أيوة والله العظيم انا مع ابو عبد العزيز الله يجزاه خير ويغفر للشيخ صالح حمودي انا اذكر كنا عندي محاضره في القويعيه رحت انا والشيخ صالح حمودي يمكن ما مرت عليك ابو عبد العزيز وانا راجعين الشيخ ينام في السياره انا اسوق والشيخ صالح حمودي نايم الشيخ صالح حمودي الله يرحمه انا اشهد لله من 20 سنة وانا اياه ما عمره تكلم عن الدنيا دقيقة صح عارف ابو كل كلامه عن الاخرة تبي تسولف عنه عن اكل عن شرب يسولفك على الجنة رجل قلبه معلق يعني صراحة نادر مثله على وجه الارض الله يرحمه والله يا ابو محمد قسم بالله ولا يهون الربع انه نايم معي في السيارة وهو نايم اتقوا الله ارجعوا الى الله يحلم يسولف ويذكر الناس بالله قسم بالله العظيم يا ابو محمد حتى يوم قلت له قال ارجوك ما تقول لحد ما قلت له بعد وفاته يسولف يحلم وهو يذكر الناس بالله اعرف ابو محمد قلب كان معلق جدا قلب ابو محمد لو تشرب بذكر الله فصار واتحدى تجيب له غيبه ولا نميمه ما يجاريك في هالموضوع ينقلك للاخره ابو محمد ما يتكلم في احد ابد من عرفته حتى وفاته يمكن اعرف ابو عبد العزيز عارف حياته يمكن اكثر مني اي والله شوف شهاده لله وهذا هذا اللي ينبغي للعبد يعني انا عاشرته 29 سنه الشيخ صح حمودي مشيت معاه 29 سنة هذا عمر صح ولا لا؟ اي والله فكونك تمشي مع شخص تشوف صفاته على قولك ثم يموت ويخليك الله يرحمه فأنا أقول دائما للناس في القنوات أسبوع عبات كنت في سلطنة عمان وكنت في الدوحة وكنت يعني أسافر كثير أقول دائما خلوكم منفعة للناس حمودي مثل ما قال عاش وهو نافع للعباد والبلاد صحيح ما أدى أحد إلين ما مات يوم مات جابوه مسجد الملك خالد الله يرحمه شفت عقده وعمده ولواءات كبار والله جايين بدلهم تذكر براشد؟ الا جايين من دوام واستغربت يعني علاقه قال لا يا اخي هذا قد جانا في القاعده قد جاء يتكلم معنا شمس وحر كان ذاك صلاه الظهر تذكر يا شيخ اكبر جنازه انا اكبر جنازه قصدي انا اقول للمشاهد الكريم والمشاهد الكريمه حاكم ومحكوم صغير وكبير غني او فقير دايم انفع الناس الله دايم امي عودتني وانا ابن 6 سنوات في مكه قبل حوالي 50 سنة قالت يا وليدي اسليم الناس لا تضرهم ترى ان ضريتهم ابغضوك وكرهوك ونكرهوك وبغضوك كرهك الله وبغضك الله خلي الناس يحبونك ان حبوك الناس حبك الله دائما اقول للمشاهد الكريم انفع الناس اي مكان تسافري اي بلد تروح لما تروح الهجره تروح القطر احنا اذا نروح لاوروبا وامريكا وبريطانيا نعيش بمكان ونجلس بمكان ونسكن بمكان نطلع الناس المكان وهم غير مسلمين والله ابشرك يا اخوان ان واحده عجوز كم مره اقول انا تقول انا اعرف الاسلام عندكم ما يسمح لنا ولا ودي ليش؟ انا عاملناهم باللطف والاحسان بعض الناس اذيه والله اخوان اذيه على عيال ابن عمه صح ولا لا؟ مو في ناس كذا أذية على أي خالة أذية على حريم أخوان تذن عبد العزيز أذن من يبي أذن ها يخلك هناك ومقابل الشاشة هناك على طول قبل الكاميرا هي خلي أذن أحد دخل أذاني تدري إني قد ما تموت بسببك أستغفر الله لا قوة إلا بالله ليش؟